After 2 years of traveling, بعد عامين من السفر حول العالم، أدركت حقيقة النفس البشرية وعدت لبلادي في سكينة. يحتاج الأمر للوقت والعزيمة والمثابرة الشديدة للتغلب على تحيزنا ومخاوفنا، لكني رأيت أن هذا ممكن. الصراع بيننا ليس حتميا، فالخيار دوما لنا بأن نتخذ قراراً بالنظر للأمام وأنسنة الآخر والتعلم منه وتعليم الوحدة رغم التنوع. يمكننا أن نتجاوز ببساطة مجرد العيش معاً إلى التعايش معاً. لقد قابلت مئات الرجال والنساء الذين خاطروا لحشد الآخرين وطمأنتهم والإنصات لهم واحتوائهم ومشاركتهم والاتحاد معهم وتبنيهم والجنوح للسلم والمصالحة، وببساطة شديدة للتعرف عليهم. هناك فرص كثيرة لأخذ الخطوة الأولى. هؤلاء المواطنون يمثلون جسوراً ووسطاء أقوياء ما بين الجماعات، وتأثيرهم هائل بغض النظر عن مستواهم التعليمي أو الطبقة الاجتماعية أو السن أو النوع. هؤلاء السفراء فهموا أنه قد آن الأوان للتخلص من عاداتنا والإنصات باهتمام لبعضنا البعض. نحن أمام حركة تنمو في جميع أرجاء كوكبنا كل يوم. هذه الحركة ترتكز على معرفة الآخر مهما كان الثمن. It's about all of us. Da 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 da.